الله ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. أيها الأخوات والإخوان ثلاث مسؤولية على رأس كل مسلم ومسلمة. هذا مسؤولية من الله. ثلاث مسؤولية. مسؤولية الأولى لابد نتعلم ديننا. ومسؤولية الثانية لابد نطبق الدين في حياتنا. تعلمنا نحن نعلم المسائل والفرائض والواجبات والسنن والمستحبات لكن التطبيق ليس موجود. هذا لا يصل إلى المنزل. ومسؤولية الثالثة كيف ينتشر هذا الدين إلى أنحاء العالم نتفكر. سنة الله الدين ينتشر بالأقدام. بالأقلام ينتشر لكن قليل 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 قليل. قلم للحفاظة. القدم للنشر. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يمشون في الأسواق. لماذا الأنبياء كانوا يمشون في الأسواق؟ للدين. من مشى لحاجة أخيه مشى مشى هذا يقبل عند الله. فمن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أما الدنيا كلنا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك معظما. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض بل الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. فثلاث مسؤولية. الأول نتعلم ديننا. والثاني نطبق الدين في حياتنا. والثالث نحاول أن ينتشر هذا الدين إلى أنحاء العالم. نتفكر. قدم قلم دعاء مال يعني ننصر ديننا. برد في الحديث مفهوم الحديث كلو واحد لا يكون في قلبي حب الدين وحب نشر الدين لا يكون في قلبي. زوجة مريضة إنسان فكر. زوجة مريضة بنت مريضة فكر. ولد مريض فكر. مريض شو الدكتور هذا بلا الدكتور. هذا إنسان يتحرك لا يجلس في البيت شو يمشي ويسأل. هكذا الدين كذلك نتفكر. وبعض الحلم أن يأتي الأحوال لا سمح الله لا قدر الله حلم نحن أحيانا الأحوال سوء كذلك إياه فلنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقسم من الأموال وللبس والثمرات وبشر الصابرين. برد في الحديث
إذا وجهت إلى حديث قدس إذا وجهت إلى عبد من عبيدي إذا وجهت إلى عبد من عبيدي مصيبة في بدنه أو في جسده أو في ماله أو في آله فاستقبلها بصبر جميل استحييت يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هل يأتي إنسان يتحمل الأحوال الذي يقربنا إلى الله؟ هذا نعم الحال. والأحوال الذي يبعدنا عن الله هذا بئس الحال. فقد فلوس يأتي، مال موجود، حلي موجود، بل ذهب موجود، فضة موجود، هذا ليس دليل النجاة. القرآن قال عنده كثير فلوس، كلو واحد عنده فيلا موجود والسيارة موجود وهو ابني فهمت أنا خلاص أنا كذا عندي كرسي وعندك وأنا كذا وأنا ابني أنا عندي مال وعندي أراضي وعندي أنا فلح، لا ليس الدليل كالإنسان يكون عنده مال وهو يفلح في الدنيا ولا آخر. دليل إيش؟ كلو يكون عندنا الدين بعد المال موجود نفلح، مال ليس موجود نفلح. سليمان عليه السلام مال موجود والدين كذلك موجود فلح ونجح. عبد الرحمن بن عوف مال موجود والدين كذلك موجود فلح ونجح. عبد الله بن مسعود مال ليس موجود، غريب فقير، مع هذا فلح ونجح. الشيء الأصلي هو الدين. كل الوقت نحن نقول لماذا هذا، نقول دائما أمام الأحباب كل الوقت في خلال 24 ساعة مرة واحدة نحن نقول أمام الله إيش نقول؟ نقدم أربع محبات أمام الله. يا الله أنا أحبك، والله أنا أحب نبيك، يا الله أنا أحب قرآنك، يا الله أنا أحب دينك. هذا أربع محبات فقط مرة واحدة في خلال 24 ساعة أي وقت. الله إني أحب الله ورسوله والدين والقرآن. بعد القول من الله اللهم وفقني من القول والعمل لما تحب وترضى، هو يوفقنا. لكن متى أول يكون عندنا طلب، طلب صادق، طلب حقيقي، طلب صادق الذي موجود في القلب؟ إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. الله لا ينظر إلى أجسامنا وإلى بيوتنا وإلى إلى فلوسنا، كم فلوس موجود في بنك الراجحي وكم فلوس موجود في بنك الهولندي وكم، هذا الله لا ينظر إلى أعمالك. دين موجود ليس موجود بس، لهذا نحاول. لهذا الله إيش يقول؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن بعد الله إيش؟ فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يفلح وينجح في الدنيا وفي الآخرة. وهذا صفة الإيمان، وهذا لا يأتي بدون المجاهدة، هذا بدون المجاهدة لا يأتي. لو الإنسان يقول قال بدون المجاهدة يأتي، لا يمكن. نحن جالس في البيت ويأتي بحياتنا، لا. ما الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا بعد الله. ومجاهدة إيش؟ نحن لا نقول أنتم نحن تجتهدوا مثل آبائكم وأجدادكم. آبائكم وأجدادكم كان عندهم مجاهدة كثير ما شاء الله، ويخرجون في سبيل الله، ما يخرجون فقط في سبيل الله. لو كانوا موجودين في المدينة دين موجود في حياتهم، إيمان موجود في قلوبهم،
رسول صلى الله عليه وسلم قال لو أحد يقرأ آية الكرسي في الليل ملك يأتي من السماء ويحفظه طول الليل. فبعض الصحابي هو سمع فأسأل كان يقول يقين في قلبي كان حينما أقرأ آية الكرسي ملك يدخل ويقول السلام عليكم يا أهل البيت ما نحن نقول عليكم السلام ما نقول للزوجة والأولاد جاء المحافظ من السماء. إيمان وهذا لا يأتي بدون المجاهدة بدون التضحية. كل يوم نبين عظمة الله نبين قدرة الله نبين خزائن الله. ربنا جل وعلا مونس كل بهيج صاحب كل فريق قريبا غير بعيد شاهدا غير غائب غالبا غير مغلوب صريح المستصرخين غياث المستغيثين عماد من لا عماد له سند من لا سند له عظيم الرجاء منقذ الهلك منجي الغرق محسن مجمل مبدئ النعم قبل استحقاقها فالق الحب والنوى شاهد كل نجوى لا يحتاج إلى أي مخلوق من المخلوقات لا يحتاج إلى جبريل ولا يحتاج إلى محمد صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى العرش ولا يحتاج إلى الكرسي ولا يحتاج إلى اللوح ولا يحتاج إلى القلم. صمد من لا تراه العيون ولا يصفه الواصفون ولا تخالطه الظنون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره خير المسؤولين وخير المعطي جابر العزم الكثير رازق الطفل الصغير رازق الغراب النعاب في عشه لا يحتاج إلى أي مخلوق من المخلوقات وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب الله. حينما نبين لأن هذا ربك فكبر هذا أول درس للرسول صلى الله عليه وسلم ربك فكبر. أنا ألفت كتاب اسمه قتيبة صغيرة طبيع في دار الزمان اسمه ربك فكبر جماعة عظمة الله قدرة الله آيات الذي عظمة الله قدرة الله وملحوظة في هذه الجملة ربك فكبر اكتب لو تقرأ من اليمين يقرأ ربك فكبر ولو تقرأ من الشمال يقرأ ربك فكبر. هذا أهم الشيء في دعوة في المسلمين حينما نبين عظمة الله قدرة الله فائدتين الأولى الله يقوي إيمانه بعد الله الإنسان لا يتأثر من المخلوق
مخلوق مخلوق، خالق خالق. إنسان لا يتأثر من أي مخلوق من المخلوقات، دائما أمامنا أوامر الله. ما إيش معنى الإيمان؟ إيش معنى الإيمان بالغيب؟ أنا أضرب لكم مثال. الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، نحن نسمع إيش معنى إيمان بالغيب؟ بس أضرب لكم مثال حتى إنسان يفهم من المثال. هارون رشيد والزبيدة كلاهما على شاطئ البحر يمشيان، فهارون رشيد وجد بهلول يبني بيت التراب. هارون رشيد قام فسأله كم قيمة هذا البيت؟ فالجواب من بهلول دينار. هارون رشيد قال لو أعطيك دينار إيش تعطيني؟ أعطيك هذا البيت وأدعو لك الله يعطيك القصر في الجنة. فهارون رشيد إيش قال؟ مجنون مجنون مجذوب مجذوب مجذوب. مشى جاءت زبيدة قالت يا عمي كم قيمة هذا البيت؟ قال دينار. أعطيك دينار إيش تعطيني؟ فهو قال أعطيك هذا البيت وأدعو لك الله يعطيك قصر الزبيدة في الجنة. فهي خرجت دينار وعطت ثم مشت وصل إلى القصر. هارون رشيد الزبيدة زوجة ناما. هارون رشيد رأى رؤيا كأنه يتجول في الجنة وينظر قصر الزبيدة بالطوب على اللؤلؤ على اللؤلؤ على الياقوت ويتلألأ. هارون رشيد مشى، ملائكة موجود برا. هارون رشيد أراد أن يدخل في قصر الزبيدة، منع الملائكة. ما أهلا يا هارون رشيد، هذا ليس قصرك. هارون رشيد قال هذا قصر زوجتي. نعم زوجتك، لكن أول زبيدة تدخل وخلفها أنت بعدها. فهارون رشيد شو يتشاجر معهم، شو يتخاصم معهم، تجادل معهم. إيش هذا؟ زوج خلف الزوجة؟ الزوجة خلف الزوج. الملائكة قالوا يا هارون رشيد لا تتخاصم معنا، لا تتجادل معنا، قانون الدنيا آخر وقانون الآخرة آخر. هذا بيتها، أول هي تأتي هي تدخل بعدين أنت. شيء مشاجرة، شيء تخاصم، شيء تجادل، حتى هو فهم الرؤية وفهم التعبير. استيقظ من النوم وصباحا هرب على شاطئ البحر فوجد بهلول يبني بيت التراب. فقام أمامه وقال يا عمي كم قيمة هذا البيت؟ فالبهلول رفع رأسه إلى الملك وضحك وقال يا هارون رشيد قيمة هذا البيت سلطنتك كاملة مع قصورها مع كنوزها مع أراضيها ما لها وما عليها. هارون رشيد قال سبحان الله، أمس كان دينار، أمس كان دينار واليوم صار أغلى 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 أغلى. فبهلول قال أمس كان بدون الرؤية، اليوم مع الرؤية. فهمت المثال؟ أمس بدون الرؤية، اليوم مع الرؤية. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون.
ملك الموت فإنسان يقول يا الله أنا مستعد شو أنا مستعد 14 أنا مستعد حق التعليم في البيت أنا مستعد 30 يوم أنا مستعد 40 يوم أنا مستعد أن أقرأ قرآن أنا مستعد أن أصلي الحرم أنا مستعد أن أصوم رمضان أنا أصوم يعني صوم في رمضان وفي أشهر الله الحرام أنا مستعد أنا مستعد لا خلاص قفل الباب. لأجل هذا بقى موجود صحة موجود مال موجود لا نضيع الموت نتوجه إلى الله ونوجه الناس إلى الله. يقول في حديث القدسي عبدي شوف الله يقول عبدي خلقتك بيدي وربيتك بنعمتي ولما أن كملت مدة حملك أخرجتك ولطفتك بأمك خرجت ولا سن لك تقطع ولا ضرس لك تطحن وأنبت لك عرقين رقيقين في صدر أمك ما أدخلت محبتك في قلب أبويك فلا يرقدان حتى ترقد ولا ينامان حتى تنام ولا يشربان حتى تشرب ولا يأكلان حتى تأكل عبدي عبدي من المحبة الله يقول عبدي محبة عبدي فلما اشتد عزمك وقوي ظهرك مارستني بالمعاصي فلم تستحي مني مارستني بالمعاصي فلم تستحي مني أنا الكريم لا أعجل أنا الجواد لا أبخل فمن أين تجدون لكم ربا مثلي وأنا الغفور الرحيم خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد جواب من الذنوب والمعاصي والخطايا جواب من ترك الصلاة جواب من ترك قراءة القرآن جواب من الغيبة جواب من الكذب جواب من الرشوة جواب من المعاصي عبدي خيري إليك نازل وشرك إلي صعيد عبدي شاب شعرك في حديث القدسي شاب شعرك ضعف بصرك وانحنى ظهرك فاستحي مني استحي منك الى متى تعارض الى متى الى متى لاجل هذا نتوب الى الله توبه نصوحه واحد رجل كان يقول منذ 70 عام يا صنم يا صنم يا صنم يوم من الايام قد جرى على لسانه بالخطا يا صمد فالجواب من الصمد لبيك يا عبد لبيك 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 يا الله هو قال يقول منذ 70 عام يا صنم يا صنم ما اليوم قال يا صمد هو كذلك بالخطأ أنت أعطيته الجواب فالجواب من الصمد إيش هو قال يقول منذ 70 عام يا صنم يا صنم يا صنم وإني كنت منتظر منذ 70 عام متى يناديني الله أكبر أحد يناديني مرة فالجواب مني مرارا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وفي آية فقلت استغفروا ربكم إنه
غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا سبحان الخالق سبحان المالك لأجل هذا أنا أقول لكم في كل يوم يكون حلقة تعليم في البيت عندنا في الهند ممثلات الذين يعملون في أفلام الهندية ببركة حلقة التعليم أصبحنا صالحات ببركة حلقة التعليم ونعمل هذا العمل بالمودة والمحبة لو واحد يمشي في هذا العمل بالشطارة هو يبعد عن الله ولو واحد يعمل هذا العمل بالمودة والمحبة يتقرب إلى الله هذا عمل عظيم والد رحمة الله عليه كان يقول هذا عمل عظيم هذا عمل عظيم الله أعطانا فرصة عمل الأنبياء عليه الصلاة والسلام بس برعاية قانون الحكومة بدون رعاية قانون الحكومة لا ليس هناك أي مجال رعاية قانون الحكومة ولو يكون عمل قليل لا بس لكن رعاية قانون الحكومة رعاية بيئتكم نعمل هذا فرادة إخلاص الله لا ينظر إلى quantity بل الله ينظر إلى quality الله لا ينظر إلى الكمية الله ينظر إلى النوعية أيكم أحسن عملا ما قال أيكم أكثر عملا كلكم مستعدون إن شاء الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله ما ضاق أمر إلا فرجه الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون لك الحمد كله ولك المن كله لك الشكر كله لك الملك كله لك الخلق كله لك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالقرآن لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الفوز في يوم القضاء ونزول الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء يا ذا المن والعطاء يا سميع الدعاء يا رافع السماء اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا
وارزقنا الاجتناب. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من